بصوا معايا شباب كده. عندنا النهارده اخر يونت 6 الوحده السادسه اخر حاجه خلاص عشان نخلص منهجنا. اول حاجه عندك ماست بتساوي هاف تو او هاز تو. ماست بتساوي هاف تو وهاز تو، بس الفرق بينهم حاجات بسيطه. يعني اولا الاثنين بيجي بعدهم مصدر، ماست بتيجي بعدها مصدر، هاف تو بيجي بعدها مصدر، هاز تو بيجي بعدها مصدر. امتى بقى تستخدم ماست وامتى تستخدم هاف تو؟ ماست يعني يجب ان. حبيبي دي حاجه انت يجب تعملها بس انت ممكن تتحكم فيها، يعني بيقول عليها الزام داخلي. ها ده الفرق بينهم، الزام داخلي. اما هاف تو وهاز تو حاجه انت يجب تعملها بس انت مش يعني لا يمكن التحكم فيها، ما تقدرش تتحكم فيها، فبنسميها الزام خارجي. حد بيلزمك زي القواعد المدرسيه انت مش مخير فيها، انت مجبر، فهاف تو هاز تو. زي المدرسه السكول يونيفورم انت مجبر ما انتش مخير، يبقى هاف تو هاز تو. بمثال بسيط جدا، لما تلاقي نفسك بدات تزيد في الوزن وتاخد انت قرار وتقول اي ماست جو اون ا دايت، انا لازم ابدا اعمل ريجيم، يبقى هنا ده اسمه الزام داخلي، انت اللي خدت القرار. لكن لما تروح لدكتور وهو اللي يلزمك لان انت بدات بسبب السمنه بدات يبقى عندك سكر، بدات يبقى عندك ضغط، فالدكتور بدا يلزمك ويقول لك انت لازم تعمل ريجيم، يبقى هنا الدكتور اللي اجبرك هاف تو هاز تو. ده الفرق بين الاثنين، ان ماست الزام داخلي بتاخد قرارك من نفسك، اما هاف تو وهاز تو الزام خارجي، انت مجبر مش مخير، مجبر ان انت تعمل الحاجه دي. طيب مثال اهوت، يو ماست، انت يجب، يو ماست ستادي هارد، انت يجب تذاكر بجد، ماست بيجي بعدها مصدر. شوف دي بقى، يو هاف تو وير سكول يونيفورم، انت لازم ترتدي الزي المدرسي، وير فعل في المصدر، بس انت هنا زي ما قلت لك مجبر لان السكول يونيفورم ده اجبار. ماست زي ما قلت لك بتساوي هاف تو وهاز تو، مفيش فرق بينهم كبير غير الحته بتاعت الالزام الداخلي والالزام الخارجي. لازم نبدا بقى نفنط كل واحده على حته كده. نبدا بده الاول، ماست نفيها مش ماست، عشان تبقى عارف، عشان ما حدش يقول لي ماست غلط، لان احنا هناخد ماست دلوقتي في قاعده ثانيه اسمها النحي والتحذير، بنهاج عن حاجه ممنوعه، انا هشرحها في الاخر. ماست دي في النهي والتحذير مش تبعنا دلوقتي، يبقى ما حدش يقول لك انفي ماست تقول له ماست، لا. ماست ده ايه كمان؟ زي ما قلنا تستخدم في الضروره والالزام. اثنين تستخدم في النصيحه القويه والدعوه الحاره. مثال اي ماست، انا يجب، اي ماست مع نفسك انت تاخد قرار اهو هتاخده في المصدر، اي ماست ستادي هارد زي ما قلت لك انا لازم اذاكر بجد، تو سكسيد لكي انجح او تو باز ذا اكزام، انت اللي خدت القرار وممكن ما تذاكرش. طيب نصيحة قوية، لما انصحك يو ماست، انت يجب اكسرسايز افري داي، نصيحة قوية، انت يجب تتدرب كل يوم، نصيحة قوية. دعوة حارة، يو ماست كم تو ماي بيرث داي بارتي، انت لازم تيجي حفلة عيد ميلادي، دعوة حرة
وبيأكد عليه انت لازم تيجي تحضر عيد ميلادي. فهنا بدعوه وهي اسمها دعوه حره. يبقى ماست تيجي في النصيحه اول حاجه بالضروره والالزام بلزمك. اتنين بتيجي في النصيحه القويه بنصحك تتدرب تجري. ماست تيجي لما تدعي حد على عيد ميلاد او حفل زفاف اسمها دعوه حره. دي استخدامات ماست. طيب هفتو هستو زي ما قلت لك هفتو هستو دي بقى اللي فيها شغل كتير. ماست وهفتو هستو يا جماعه بتستخدمها كتير جدا جدا في حياتنا اليوميه. هفتو هستو لازم نبدا نقسمها كده وي ويو وزي بياخدوا هفتو ومصدر. لازم تعرف بقى كل واحد تاخد ايه. هي وشي وات بياخدوا هاستو ومصدر. يبقى الجامعه هفتو الجامعه هفتو. هنا هتدخل قاعده البريزنت سيمبل المضارع بسيط فيها اللي هي في النفي والسؤال والمفرد. هي وشي وات بياخدوا هاستو اي اسم مفرد. اي هاف تو فولو سكول رولز. انا لازم اتبع القواعد المدرسيه. جبت هاف تو اهو وفولو مصدر اهو. هي هاز تو ستوب هو لازم يقف. وين ذا لايت از ريد لما تكون الاشاره حمراء. هاز تو وستوب. يبقى انا جبت بعد هاف تو مصدر جبت هاز تو مصدر. لو بصيت على الجملتين الزام خارجي. الاولى انت لازم تتبع القواعد المدرسيه انت ملزم. التانية انت لازم تقف لما تكون الاشاره حمراء يبقى برضو الزام خارجي. اهم حاجه تحفظ لي لان هي بتيجي في الامتحان. وي ويو وزي بتاخد هاف تو يحط لك بين قوسين هاز تو غلط تاخد هاف تو. هي وشو انت بياخدوا هاز تو اهو تيجي كده في الامتحان. هي ماست تو وير سكول يونيفورم. هي ماست بتاخد تو؟ لا. طب مين اللي بياخد تو؟ لا اما هاف لا اما هاز. هنا في مين؟ هي تبقى هاز. طب لو كانت هنا اهو وي يبقى الاجابه ايه؟ يبقى حضرتك لازم تبقى حافظ كل واحده بتاخد ايه؟ وي ويو وزي بياخدوا هاف تو، هي وشي وات بياخدوا هاز تو. طيب عاوز نقطه كمان. هاف تو هاز تو ماست بيعتمدوا على الترجمه جدا. بيعتمدوا على الترجمه جدا. يعني زي ايه يا مستر؟ يقول لك ماي فازر بابايا نوت تو جو تو سكول ات 8 اوكلوك. بابا لازم يروح المدرسه الساعه 8. هي از تيشر هو مدرس. يبقى هو يجب ان هاز تو يجب عليه. طيب لو انا بقى هجيب لك جمله وقلت لك اتز هوليدي النهارده اجازه يو هاف تو جو تو سكول ولا دونت هاف تو جو تو سكول. دونت هاف تو جو تو سكول انت لا يجب تروح مدرسه. ليه؟ لان اجازه. يبقى لازم تعرف النفي. نفي هاف تو دونت هاف تو. نفي هاف تو دونت هاف تو هي هي بريزنت سيمبل. اصلا انا بنفي اي وي ويو زي بدونت. الناس تبص على السبورت هي وشو انت بنفيها ب doesn't have to. يبقى تاني اي وي ويو زي بنفيها ب have to. هي وشو انت بنفيها ب doesn't have to. لاحظ حاجه ان don't خليت have to doesn't خليت have to. has to دي خلاص مش هتبقى ما فيش حاجه اسمها doesn't has to. عشان لما اجي لك برضه يقول لك she doesn't has to study hard. ينفع اجيب doesn't has؟ لا ما ينفعش. ليه يا مستر؟ عشان doesn't ما بتاخدش has. doesn't بتاخد have. doesn't بتاخد ايه؟ have. ها يبقى doesn't have. يبقى حضرتك لازم تحفظ لي النفي بتاع كل واحده
I will use it, you don't have to. النفي بتاع he will show it, doesn't have to. يقول لك it is Friday. النهاردة الجمعة. You اختار have to ولا don't have to go to school. النهاردة أجازة. يجب تروح مدرسة ولا لا يجب؟ لا يجب. Don't have to. طيب عاوز اجيب السؤال نفس الكلام بتجيب دو وبتجيب الفاعل وبتجيب هاف تو ومصدر. طب السؤال هنا هتجيب داز هتجيب الفاعل هتجيب هاف تو ومصدر. احفظ التركيبه عشان هجيب لك سؤال فاهو كده. دو بتاخد اي وي ويو وزي. دي بتاخد اي وي ويو وزي. داز بتاخد هي وشي وانت. داز بتاخد هي وشي وانت. طيب يجي في الامتحان يو هاف تو جو تو ورك اون تايم ويجيب لك في الاخر كويتشن مارك صح. ده سؤال يبقى لازم لا يبدا بدو لا بدز. هنا بمين؟ يو. يبقى هتاخد دو يو هاف تو. بص عليها دو اهو الفاعل يو وجبت هاف تو وبعدها المصدر جو. طب لو كاتل اهو هي وجاب لك هاف كده عشان برضه يشوفك فاهم ولا مش فاهم هجيب لك اهو هي هاز بين قوسين هيقول لك هي هاز وجاب لك كويستشن مارك يبقى هبدا بمين؟ بداز. هنا بمين؟ هي تنزل. اللي هيكتب هاز هتعمله غلط لان داز ما تاخدش هاز. داز بتاخد ايه؟ هاف تو جو تو سكول اون تايم او جو تو ورك اون تايم. يبقى بجيب دو او داز وبعديها الفاعل وهاف تو. انا عاوز اقول لك ان في اربعه بياخدوا هاف تو. هاز تو ما اتذكرتش غير مره واحده بس لو ملاحظ. هاز تو ما اتذكرتش غير هنا بس. هاز تو ما جاتش غير مره واحده بس. النفي دونت يبقى دونت ودازنت دو وداز. الاربعه بياخدوا هاف تو عشان لما تيجي في التصحيح دونت هاف تو دازنت هاف تو دو وفاعل وهاف تو داز وفاعل وهاف تو. دي كل القاعده اللي هي بتاعت هاف تو. اقولها من تاني والناس تركز معايا على السريع كده. قلنا ماست بتيجي مع الالزام الداخلي. هاف تو وهاز تو الزام داخلي. خلينا شويه في هاف تو لان هي اللي اصعب. وي ركز كده ويو وزي بياخدوا هاف تو. عاوز تنفع هاف تو دونت هاف تو. عاوز تجيب سؤال بتجيب دو وهاف تو. كل دول بياخدوا ماست اهو مع السؤال مع الكويشن هنا بس. طيب هي وشي وانت يا رجاله هي وشي وانت بياخدوا هاز تو. عاوز انفي ده هاز تو دازنت هاف تو. عاوز اجيب سؤال اجيب داز وهاف تو. صعب الكلام كده؟ ادي ملخص قاعده هاف تو هاز تو. اهم حاجه بقى الترجمه. هاف تو يجب ان. هاز تو يجب ان. طيب الجمله المعنى مش عاوز يجب. يعني احنا مش متاخرين. احنا لسه بدري. يجب ناخد تاكسي ولا لا يجب؟ لا يجب. طب احنا متاخرين يبقى يجب. هنا المعنى اللي هيفرق معاك. المهم تبقى عارف ان هاف تو ودونت هاف تو وهاف تو بياخدوا مصدر. هي شفت ياخدوا هاز تو دازنت هاف تو وداز والفاعل وهاف تو. اللي بعدها قلت لك نفي ماست مش ماسنت. امال امتى بتجيب يا يارا ماسنت؟ بنجيب ماسنت دي يا شباب مع المنع والتحريم. ماسنت بتيجي بعدها مصدر. ماسنت بتيجي مع المنع والتحريم. ممنوع ممنوع تعمل الحاجه دي لان لو عملتها هتتعاقب عليها. وهتجي لك جمله معاك توضح لك المعنى.
كلمة مصنف بتساوي اتزباند، محرم ممنوع، بتساوي اتز فوربيدن ممنوع، بتساوي نوت الاود تو، وناو فيرب تو بي، فيرب تو بي نوت الاود تو، بتساوي اتز اجينست ذا لو، ضد القانون. لما تلاقي واحدة من دول يبقى انت اجابتك مصري. تاني باند يعني ممنوع، فوربيدن ممنوع، نوت الاود مش مسموح لك، اجينست ذا لو ضد القانون. اهو يو نقط بارك يور كار هير، ما ينفعش تركن عربيتك هنا، it is banned. جالك كلمة banned يبقى وانت اجابتك وانت مغمض مصنت. مستر ينفع جدا انت هفته؟ لا. ينفع جدا انت هفته؟ لا. طب ليه يا مستر مغلاف؟ لا ده منع وتحريم. كمان واحدة you mustn't، انت لا يجب. you mustn't it's my mom drive your car so fast، ما ينفعش تسوق عربيتك بسرعة. خد بالك مصر انت بتاخد المصدر برضه. you mustn't drive your car so fast، ما ينفعش تسوق عربيتك بسرعة. it is against the law، it is against the law، ضد القانون. يبقى لما يجيب لك كلمة من الأربعة دولت يبقى انت عارف ان انا هختار مصر. يبقى مصر بتيجي مع المنع والتحريم. صعبة ديت؟ يبقى احنا خدنا مصد، خدنا هافتو هاستو، خدنا مصد، فاضل لنا شد وشدن وميت. كلكم عارفين شد وشدن معناهم يجب قلب، بس هنا طبعا بيجي بعدهم مصدر، كل ما مش بيجي بعدهم مصدر، بس يا حبيبي اصلا شد وشد انت بيجي بعدهم مصدر، بيجوا في النصيحه. مستر هو ايه ده بقى؟ انا كده هتلخبط، ما انت قلت لي مصد في النصيحه، بس قلت لك مصد في النصيحه القويه، لكن هنا انا بنصحك وانت حر تعملها او ما تعملهاش. لما اقول لك يو شود ستادي هارد، انت هاجي تذاكر بجد، بيكوز ذا اكزامز از نير، خلاص اكزامز ار نير، خلاص الامتحانات قربت، الامتحانات قربت، فانا بنصحك ذاكر يا ابني خلاص. يبقى هنا نصيحة شد وشد انت اهو، يو شد استادي هارد، انت لازم تذاكر بجد. يو شودنت، انت لا يجب. يو شودنت ويست يور تايم، اوعى تضيع وقتك. طيب برضو شد وشد انت بيساووا ايه؟ بيساووا بعض الكلمات علشان لما تجيلك تعرف ان انت لازم تحط في التصحيح شد وشد، اللي هي ايه؟ It is a good idea to، انها فكرة جميلة. طب عاوز اقول عاوز فيها يبقى It is عشان تاخد شد لو نفاها. It is better او It is better to، من الافضل. هنفيها يبقى هتاخد شد، لو نفيت ديت لو نفيت is هتبقى شد، من الافضل. It is advisable. It is advisable. من المرغوب به. برضه في النصيحة. My advice to you. نصيحتي ليك. بتساوي كل اللي بتساوي شد وشد. نصيحتي ليك تذاكر. If I were you. لو كنت مكانك. If I were you. I would. والمصدر. دي في النصيحة. شوف كل ده بيساوي شد وشد. لازم تبقى عارف لو جالك if I were you لو كنت مكانك بتساوي شد وشد. It is better. It is a good idea. It is advisable. My advice to you. كل ده بياخد شد وشد في النصيحة. آخر حاجة كلمة might. برضه لازم تبقى عارف إن كل كلمة بتساوي إيه. might بتيجي معناها ربما. بتيجي في الاحتمالات. برضو امتى تختارها؟ لما تلاقي كلمة I am not sure، أنا مش متأكد. أنا مش متأكد.
لما تلاقي كلمة probably من المحتمل، لما تلاقي كلمة possible ممكن، لما تلاقي كلمة it is probable من المحتمل، لما تلاقي كلمة perhaps ربما، كل ده يا جماعة بتساوي might. الاحتمالات it might rain tomorrow، ربما تشتي بكرة، it is probably أو probable من المحتمل، أو it is possible أو I am not sure. هيجي لك كلمة من دولت وتعرف إن هو لازم تختار إيه might أو تحط might علشان الجملة احتمال. يبقى might مستخدم في الاحتمالات، might مستخدم في الإيه في الاحتمالات، احتمال الحاجة تحصل. يبقى لو جالك I'm not sure probably possible it is probably perhaps likely، أي كلمة من دول الاحتمالات، احتمال حدوث الشيء ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. فالاحتمالات بتاخد ايه؟ المايت. الاحتمالات بتاخد ايه؟ المايت.